للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جنين الكاتب السياسي الأستاذ سعادة أرشيد. مرحبا بك أستاذ سعادة. يعني خرجت في غزة تظاهرة أو تظاهرات احتجاجا على الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار المتعلق بالقدس، تزامنا معها أيضا هناك احتجاجات في الضفة، ولكن غالبا ما تنتهي هذه الاحتجاجات بالاعتقالات. من وجهة نظرك أستاذ، إلى أي مدى ترى جدوى هذه التظاهرات؟ والله أنا أعتقد بأنه هذه التظاهرات على مع إدراكي أنها دون المستوى المطلوب، لكن هي أضعف الإيمان، وهذا ما يستطيعه المواطن الفلسطيني ويستطيع المواطن الفلسطيني أن يقدمه. هو لا يملك أي أداة أخرى يستطيع أن يعبر فيها عن سخطه وعن رفضه لهذا القرار، فهو الأمر الوحيد المتاح بين يديه بالوقت الحاضر. هل قد تجدي وقد لا تجدي، لكن هي على الأقل تثبت بأن هذا الشعب لا زال يرفض هذا القرار، ولا زال يرى في القدس عاصمته الأبدية والتاريخية التي لا بديل عنها. أنباء عن افتتاح الاحتلال كنيسا جديدا في رواق داخل الأنفاق المحاذية للمسجد الأقصى، ما الذي يمكن أن يوقف الانتهاكات الصهيونية بحق الأقصى؟ الذي ممكن أن يوقف الانتهاكات بحق الأقصى وبحق القدس وبحق الشعب الفلسطيني هي وجود موقف سياسي عربي وإقليمي داعم للقضية الفلسطينية، وهو الأمر اللي يعني لا نرى بوادر مشجعة عليه تجاه بعض الدول العربية التي تواصلت مع ترامب وكانت على اطلاع مسبق ترامب وأعطته موافقتها الصامتة. لكن هناك دول أخرى إقليمية وعربية استطاعت أن تلتقط المبادرة وأن تقوم بدور مثل اللي صار في القمة الإسلامية الأخيرة في تركيا. كان هناك موقف حازم وقوي، والحكومة التركية قامت بعمل مجيد حيث أنها رفعت قنصليتها إلى سفارة وأعلنت أنها ستكون سفارتها عاصمة فلسطين. طيب من وجهة نظركم، يعني أثمة خلل أصاب مشروع القرار، يعني بحيث فتح الباب للفيتو الأمريكي؟ أنا أعتقد بأنه المسألة كانت خطأ في بدايتها، لأنه كانت أجدى أن تتم الشكوى بشكل محكم لمجلس الأمن حسب المادة 23 من نظام الداخلية للمجلس، واللي استعدت أكثر من دولة لتقديم الشكوى، منها على ما أظن بوليفيا. وجدير بالذكر أنه الشكوى لو حسب المادة المذكورة وضد الولايات المتحدة بشكل مباشر وبالنص لفقدت الولايات المتحدة حقها في التصويت، حيث أنه هي مشتكى عليها هيك النظام الداخلي وهي. وكان بالإمكان أخذ القرار بالإجماع المطلق 14 لكن اللي صار بأنه مصر هي اللي تقدمت بمشروع القرار اللي ما بتضمن الولايات المتحدة ولا يذكرها بالاسم، وإنما يطالب بالامتناع عن نقل السفارة القدس ويؤكد على عدم قانونية أو شرعية أي قرارات أحادية بشأن القدس. وقع يعني مشروع قرار يتسم باللزوجة ويتسم بحمل أوجه. هون استطاعت الولايات المتحدة أن تستعمل حق الفيتو وأبطلت مشروع القرار، لكن كان واضح أنه 14 دولة ما فيها المجال السياسي الحيوي للولايات المتحدة اللي هم فرنسا وإنجلترا كانوا مع الولايات المتحدة في هذا القرار. طيب بدليل أستاذ سعادة، يعني واشنطن هددت عدم عددا من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تعتزم التصويت لصالح قرار القدس المزمع طرحه بالاجتماع الطارئ للجمعية العامة يعني يوم غد الخميس، كيف قرأت ذلك؟ أنا قرأت ذلك بأنه بيعبر عن عصبية وعن قلة حيلة في يد الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تخسر لما هذه الدول اللي بتصوت للولايات المتحدة، وبالمنطق الساخر الكاريكاتيري اللي بيحكي فيه زي واحد الرئيس الأمريكي ترامب حتى بقول إنه يعني بوفروا علينا مصاري، إحنا بنقطع المساعدات عنهم بنوفر. لكن مؤشرات أهل بأنه ما قدر يسوق قراره لدى مجاله السياسي الحيوي التقليدي في أوروبا الغربية، في أمريكا اللاتينية، ناهيك باليابان ودول البريكس اللي هم أصلاً ضده، كلها ما كانوا معه، فأصبحت أمريكا منفردة، الولايات المتحدة
هي منفردة شكرا لك شكرا في هذا جزيلا القرار. بعدين عفوا نشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعادة إرشيد، كنت معنا من جنين.